بسم الله الرحمن الرحيم. نقول قد استنينا 5 قرون ممكن، استنينا 10 ممكن. المهم في الإنسان كي يتجمد منا ويدير النية في العمل إلا وتكون لها نتيجة. وأخيرا سيدي الأخ المخلوف خرج إلى العالم وخرج من مدينة مستغانم إلى الجزائر، لأن بكري كان يقول من مستغانم إلى سيدي الخضر ولا يقول سيدي الخضر إلى مستغانم، لكن الآن نحن نقول سيدي الخضر الجزائر والجزائر سيدي الخضر. أنا أظن هذا يعني شركات مقرونة غير بزاف. فالمهرجان الأول في طبيعة الأول مهرجان الثقافي الشاب من سيدي الخضر المخلوف، طبعا الأولى إذا كنا المنظمين إذا كان حيشوفوها كحجر أساس لبناء مسيرة فنية طويلة جدا. هل تستطيع هذه المسيرة أن تختزل 5 قرون؟ السلام عليكم. هل تستطيع هذه المسيرة أن تختزل 5 قرون من نهاية 1500 حتى 2016؟ هذه ستكون من خلال العمل والمجهودات والأبحاث حول سيدي الأخضر المخلوف، اللي طبعا الأولى راح تكون مهرجان كحجر أساس لبناء مسيرة طويلة جدا لإبراز هذه الشخصية التاريخية، الشخصية الثقيلة التي اعتنت التاريخ بموروثه وبصمته اليوم، وتحت إشراف السيد عبد القادر بن دعمش المحافظ الوطني لهذا المهرجان، اللي راح يكون هذا المهرجان فخر لمستغانم أولا وفخر للجزائر، ولما لا باتفاق مع سيدي عبد القادر بن دعمش اللي راح يكون مفخرة المغرب العربي، لأن سيدي مخلوف شخصية مغاربية، وأثبتت مؤخرا أن تراثه موجود في المغرب الشقيق وفي تونس، وعثرنا على أشياء لسيدي الأخضر المخلوف نحن لا نعرفها في الجزائر. سيدي الأخضر المخلوف موجودة في المغرب وموجودة في تونس، كما موجودة في غردايا في متليلي شعامبة. هناك شاعر في متليلي شعامبة أخذ على سيدي الأخضر المخلوف كل شيء، أوزان وتعابير وتراكيب وكلمات، اللي هو الشاعر الفحل الصوفي الكبير الشاعر بن بيتور، يعني للناس ما تعرفوش الشعامبي. ولهذا اكتشفنا أشياء وأشياء، ويذكر سيدي الأخضر في قصائده، وعندنا قصائده وجبناها ورانا نعاودوا لها في الكتابة تاعها. إلى سيدي الأخضر المخلوف زار واد سوف، زار الصحراء، زار جزائر العاصمة، زار الغرب، زار ونحن لا نعرف شيء. إذا المسيرة التي تنطلق بالطبعة الأولى للمهرجان الثقافي شعر من سيدي الأخضر المخلوف راح ما تكونش كما مهرجان، راح تكون كمسيرة فنية. والكلمة للسيد عبد القادر بن دعمش. شكرا الأستاذ خالد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة على أشرف المرسلين، هذا الجمع الكريم نرحب به، وأنتم تعرفوا الموضوع شايع الآن. سيدي الخضر بن خلوف ترقى مهرجان تاعو إلى المستوى الوطني. اليوم نحضر في هذه الجلسة إعلان رسمي يعني بالنسبة اللي نبع الانفورماسيون اللي خلاص رانا ماشيين إن شاء الله. ما هوش سهل باش وصلنا لهذا المستوى اليوم. إذا كان سيدي الخضر مخلوف استنى 4 قرون وشي حاجة، احنا استنينا 50 سنة وعلى الأقل 30 سنة من النضال اليومي، من المعرفة اليومية، من اكتساب المعلومات الكافية، من اكتساب المعرفة اللازمة لهذا الشخص العظيم، باش وصلنا لهذا المستوى اليوم اللي واسمه مؤسسة ذات طابع ثقافي محض، تاريخي كذلك، اجتماعي كذلك، وهي المهرجان الوطني، المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون، وهذا هو الأصل تاع التسمية تاع المهرجان.
المهرجان الشاعر الملحون. الشاعر الملحون هي المادة الأساسية هنا. الشخص اللي أسس هذا الميدان يبقى هو اللي أسسه، ولكن المادة هي اللي تبقى دائما تجري في عروق الناس وفي عروق الأمة اللي من أجلها من على جالها اللي تكلم هذاك الشيخ. علاش تكلم هذاك الشيخ؟ هذاك الشيخ تكلم باش بالعاميه يقول باش يهضر معنا، باش يهضر معنا باش يبعث لنا رسائل. الرساله الوحيده اللي كان حب يبعثها لنا هو يقول لنا ردوا بالكم ها واش راح يوقع لكم مثلا في الجانب الجفري. يقول لنا كذلك هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الدرجه الثانيه من بعد حسن بن ثابت رضي الله عنه. زيد حسن بن ثابت معروف وعاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبقى عاش تقريبا 120 سنة بنفس الظروف ونفس الشيء كما سيدي الخضر المخلوف اللي عاش 125 سنة و 123 سنة قمرية بالضبط. هاد الشيء كامل يخلينا حنايا الان كيفاش نعرفوا هذا الشخص، كيفاش نعاودوا نظهروا ما كتبه وما باعت من رسائل الينا. نحن احنا اللي رانا موجودين هنايا، وحنا خاصه اللي موجودين في المكان اللي عاش فيه، في المكان اللي عاش فيه، في كل الظروف اللي كان عايش فيها حنايا. هو قال هنا لازم احنا نكونوا على الاقل نعرفوها. هذه المهمه تاعنا الان هي على الاقل نعرفوها، لخاطر اليوم ما عندناش الامكانيات الكافيه باش نفهموا رساله سيدي الخضر مخلوف. مستحيل الان في هذا الجيل تاعنا. الدوله الجزائريه صادقت على واحد القرار عالمي، واحد الاتفاقية العالمية في التراث اللامادي. والتراث اللامادي هذا نقارنوه بالتراث المادي. التراث المادي هما لي مونيمون هيستوريك وكذا، هذو المعالم التاريخية اللي موجودة تحسها وهي مبنية إلى غير ذلك، هذا آثار. نقارنوه بالتراث اللامادي، وهو هذا الشعر الملحون، الموسيقى، المسرح، هذه الحاجات الغير الملموسه، التقاليد، الطقوس الى غير ذلك، هذه موجوده في التراث اللامادي. هذه تكون التراث اللامادي في 2005 فقط، والجزائر كانت هي السباقه في امضاء الاتفاقيه العالميه للتراث اللامادي. انا ما نقولش اخرنا ولا كي نعطيك هكا تفسير تعرف باللي جا في وقته سيدي الخضر بالخلوف، جا في وقته وما قصرتش. كي تكلمت عليه في البدايه وقلت باللي هذا الشاعر الوحيد على المستوى الوطني اللي خصص له مهرجان وطني، هذا من جهه الناس المختصين في هذا الميدان. اذا ما تخافش اذا كان كي نقولوا سيدي الخضر بالخلوف نعملوا فيه في هذاك الاطار تاع سيدي الخضر بالخلوف، هو المؤسس هذا النوع موجود، لازمنا حنايا اللي نوريوها للناس باللي هذا موجود تاع الصح وفعلا، وصح قوه وصح شخصيه كبيره وصح هو اللي اسس هذاك الشيء. كيفاش نعملوه؟ كيفاش نعملوا باش نوصلوه لك ليه، باش نوصلوه للاخرين اللي راهم يقولوا لنا هذا ماشي هو اللي اسس هذا النوع هذا هو مؤسس. زميلي عنده الحق لما قال لك عندكم مختصر تصدير خضر بالخلوف الشعر الملحون، هو رجل مجاهد ورجل متصور. لما تقول لك مهرجان الوطني الشعر الملحون تصدير خضر بالخلوف، انا اختصرت الرجل في مجال التصوف. لما سيدة الامانة ربما كثير يجهل تصدير خضر بالخلوف الرجل المتصوف، هو الوحيد اللي ما عندهش مريدين، رجل متصوف اللي ما عندهش مريدين وما عندهش طريقة، رغم اننا نقدر نقولوا انه يتبع الطريقة المديانية لانه جاب الامانة او السر. وعند المتصوف الأمانة أو السر هي الذكر، يعني مجموعة من الأذكار يحفظها المريد عن شيخه كما معروف هذه عند المتصوفة. إذا نقدر نقول أن يتبع الطريقة المديانية، لكن في قصيدة الأمانة يقول لك مضالي 120 شيخ، والأخير اللي مضاله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذا طريقة الإجازة كما سميتها عند المتصوف داهم أكثر من شيخ، إذا ما عندوش طريقة سيدي بومدين، عفوا سيدي الخدام الخلوق، رغم أنه جابها من عند سيدي بومدين الغوث. هذا سؤال آخر. يعني هنا سيدي الخضر المتصوف مجهول جدا، يعني لم يرفع عنه الغطاء كثيرا. لما تذكر إخواننا في المغرب وتقول أنك تجادلت معهم، تدخل فعلا من حق
يستحق انه يفتخر عليك ويذوق عليك. لماذا؟ لانه هو كما قال الاستاذ عبد القادر دمشق، تاريخه في الشعر الشعبي مدون. المكتبات لما تروح لفاس او تروح لمكناس تلقى عندهم مجلدات ومجلدات على الشعر الملحون تاعهم. لما يقول لك سيدي الاخضر مغراوي ولد البلاد، من حقه، لانه سيدي الاخضر يذكر انه مغراوي. وزيد حتى الاكاديميين تاعنا، نعطيكم هنا مجله صدرت في جامعه مستغانم، مجله كامله داروها على سيدي الاخضر بن خلوف. لما نفتح ونقرا نلقى استاذه اكاديميه تقول تربى سيدي الاخضر بن خلوف في جبال مغراوه بالمغرب. تقول تربى تما وكبر تما، هذه استاذه اكاديميه قالت هكا، والمجله موجوده تقدروا تجيبوها من كليه الادب. لما تناقشت معها وحده قالت لي لا ربما، بدات تبرر، يعني خطات وتبرر في الخطا. لما الاكاديمي عندنا ما يعرفش يتعامل مع الشعر الشعبي والدراسات والادب الشعبي، اذا واش توقع من اخواننا في المغرب اللي عندهم الشعر الشعبي والادب الشعبي والتراث الشعبي نتاعهم في القمه، هو تراثهم وسفيرهم للعالم. احنا سيدي الخضر عندنا ربما مش شاعر فقط، مجاهد مؤرخ وكما قلت لكم متصوف مسكوت عنه، ما عطيناش حقه يعني في مجال المغرب، حق المغاربه ان نرفع لهم التحيه في هذا المجال. وشكرا فقط سيدي الخضر من خلوف، ما هدمتوش حقها استاذ عبد القادر تامش لما اختصرنا في الشعر. شكرا. شكرا على السؤال، وسؤال وجيه وفي محله. كنت ما كملتش الفكره، قالت لي نقطع خطر على بالك، الذاكره بدات تروح لي وبديت نكبر وبديت هذا بديت ننسى. هذه كنت مبرمجها باش نتكلم عليها فعلا. علاش الشعر الملحون؟ هذا الشعر الملحون عنوان عريض جدا، وكيفاش اكدنا هذا الشيء باللي شخصيه سيدي الخضر بن خلوف واسعه جدا ومتشعبه ومختلفه الاوجه. هذا من اعلنا على تاسيس ملتقى وطني حول سيدي الخضر بن خلوف فيه 9 محاضرات. هذه المحاضرات كل محاضرة تتناول جانب خاص لهذا الشخص العظيم، يعني جانب مختلف، الجانب العسكري، الجانب الديني، الجانب التصوف موجود. وأنا نقول لك صح، نخلي للأجيال اللاحقة باش يكتشفوا. احنا اليوم نكشفوا نقولوا له باللي هاوليك سيدي الخضر بن خلوف كان كذا وكان كذا. ما عندناش اليوم إمكانيات، حتى الوقت ما بقناش الآن باش نروحوا نتوسعوا في هذا الشخص. باش نقولوا القصيده، نقولوا كما قلتها من قبيل، هي مطيه. الشعر الملحون، الشعر الملحون عنوان، الشعر الملحون نقدر نفوت فيه اي حاجه. الشعر الملحون هو الشعر الذي ماشي الملحون، ماشي هو اللي فيه اللحن، لا اللي المتناول في متناول الجميع. كما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب الناس بما يفهمون بما يفقهون. هذا الشيء هذا لازم يوصل للجمهور. اي رانا دايرين في هذا الميدان مع الاصدقاء هنا في مدينه السالم، نتموا ما نقولش نكملوا، نتموا هذه العمليه تاع جرد قصائد سيدي الخضر بن خلوف في كتاب ضخم، ربما 600 ربما 700 صفحه، تكون فيه يعني كل سيدي الخضر بن خلوف حوصله واش نعرفوا اليوم على سيدي الخضر بن خلوف. ربما في سنوات القادمه يجوا واحد اخرين يلموا هذا العمل، يلموا هذاك العمل الاولى ويعاودوا يديروا عمل واحد اخر، يجبدوا فيها ربما 100 200 قصيده. كما قالت لنا هذه سيلا سميلي، قالت هذا الشاعر هذا عنده 216 قصيده. كانوا دايرين une classification، كانوا دايرين ان كلاسمون معروفين العناوين كذا، 216. قلنا هذه مدام السيده هذه سيلا سميلي في 1961 في واتسوف، دارت هي في باريس، لكن دارت البحث هذا في واتسوف. خلينا من هذا الشيء، حنا واش رايحين نديروا الان؟ رايحين خلينا من هذا الكتاب الفردي، ان صح التعبير، هذا اللي راه جاي ان شاء الله سميوه لي زاكت دو كولوك. لي زاكت دو كولوك يديروه غير الجامعات، يدخل جاري في توتسويت تنحني نكمل وانا نجيك. لي زاكت دو كولوك هذا فيها طريقه جامعيه، فيها لي زاكت دو كولوك تاع برومي سيمينار فلان يبقى في التاريخ، لي زاكت دو كولوك تاع الثاني
ثالث الى غير ذلك. نهار اللي نكملوا دراسه كل جوانب تاع سيدي الخضر بن خلوف نروحوا لجانب واحد اخر لشاعر واحد اخر الى غير ذلك. تبقى خزان معلومات، تبقى رصيد معلومات ثقافي تاريخي شعري الى غير ذلك، باش نوصلوا المعرفه الى الاجيال اللاحقه. وربما الا سمعتوني مليح ما تبقاش الا في هذا لي زاك دو كولوك، تبقى حتى في نشر احسن قصائد مثلا في سيدي الخضر بن خلوف ولا غير سيدي الخضر بن خلوف في هذه الفتره تاع طيله السنه ما بين المهرجان الوطني وما بين هذه الدوره والدوره المقبله. ما نبقاوش مكتوفي الايدي، نزيدوا نشروا كتب تاع واحد اخرين، ربما ماشي الميزانيه تاع هذه، يعني نقولها لكم دروك خاطر ما تكفيش. نروحوا نجيبوا سبونسور، نروحوا عند لي ناك عند لا ناب، نروحوا نشكيو لهم نجيبوا الشبكه تاع اصدقائنا، نجيبوا توسا وننشروا. هذا وعد مني، كل سنه يكون فيه كتاب تنين. هذه الدوريه هذه سهله خاطر فيها مجله صغيره، سبونسور موجود اللي ما نخلصوا والو، سبونسور هو اللي يخلص يدير برك اسمه الداخل، وحنا نمشيو بالماده تاعنا نوصلوها لكل الجامعات. كل جامعات جامعه معروفه في الميدان الادبي الا وتوصلها هذه المجله. هذا هو الرصيد تاع المعرفه باش ننشروها وباش نوريو هذا الشيء، هذا اللي صدر هنا عندنا ومزال هنا عندنا لازم حنا نحافظوا عليه. والله اللي حبيت نقولوا في هذا الفورم. وبهذا القدر كفاية، ونعطيكم موعد إن شاء الله يوم 20 في سيدي الخضر، وخاصة يوم 21 هنا بهذا القاعة.